تم نادم له ساعة خاصة أفرو لي يسحب مليون والله شوف أفرو يعني خلينا مركزين دوري عقب الجي يا ابو تعرف يا امل الرجال اللي عندك فيهم شي ينعتل انه ما هو بسيط لقى انتي ما ينقال لك يا غير اللي ينعطيك معلومة هون شوي مهمة واحد ينعتلك انه طاير من الكف وانه ما هو بسيط وهو ضعف من الاخر هو ضعيف نفس الوقت ذيك القوة بس الزرو من يهم حد يفريكها ويحللها فهمتي؟ معنى أعلنك لا تواجهي ذيك العقوبات تخطاها كاملة اقتحميهم دفريهم واجهيهم عودي انتي متينة يجوكم أضعاف أنا مستعدة في وقت عيادت لي أعطيني أيام شوي ندور التلفون عليك إن شاء الله نجيب لك الأخبار كاملة إيه أنا ندورك تداويني من ذي الأخبار خلي لك فيديان هذه الأيام كافية وفدك إن شاء الله برامل الأخبار خلي الموضوع فيديان دور تجيك أخبار قريب صاحبي عادي إذا بدون الحجارة عنه شي أخلط بي تلفون ولا رواية الفضاء ما نمشي سوء ما طايرة من النحاس تشري بي علاش نحن ريكوني متابعين وثانيا لماهي الفضاء تقد تمتس غريب ظل منطقي نحن ظلنا نقدر تمون دي صاند ونتعب ونتكو الفضاء وانا تيا ما نمشقلي نفسي اسمع اللي قلت لك اسمع اللي قلت لك قلت لك لذي الفضاء ما طايرة منها النحاس 20 بي حالا هذه ما هي فضاء قاع 200,000 والله دريت 100,000 مسروقة على واحد نحن نتخمو في الملايين 20 مليون 30 مليون 40 مليون ذيك ساعة قبل نصيبك منها ومشي قيس نواذيب وقيس زوارات وكل غلطك والله قاع وخاو موريتان أنا ذي خليك أنت تنحبس لسبس 200,000 والله 30,000 ثانيا دير واي بترك اللي معانا ما نبقى نشوف واحد منهم ما هو وقت عند الأدسان سابق ذاك ولا عاقب ذاك ما نبقى نشوف حد منهم هون عبد الرحمن ما شاء الله يا بخير ما شاء الله نهارنا جيت رداك ايه جيت سم شوي جبرت مريم فهم؟ والله غير بركوا ما تقول عني كنت معك؟ سمعاش تبعك معايا؟ ما كنت معايا شني؟ عبد الرحمن انا مكبرك عندي وخاصك تود عابر عبد الرحمن انت تعرف ان مريم والحسن ما انبي وما حد يبقيني انا نمشي مع الناس متفق معه وانت تعرفه غير شوف انت تعود قاس بلاصة قرر عنا قاس بلاصة ولي تقول عنك عندي انا قبضت تلفن لي علمني عنك قاس انا لا قيت تلفن قول لك عبد الرحمن انا ايش عرفني عنك انت مالك في ماتشيا اول شيء ما تلفن لي انا صيت وجاي للدار انا ما كان عندي كريديو ما كنت قاعد جاي براسي ايه مرة اخرى يجي يعني للدار والله هماك تجي تلفن لي والله بعد عدل رواية مهيلي انك وحرتني مو زين عليكم مالي اوكي زين دار يحتاج انت طالع والله منقز ارك منقز وانت طلع طلعت والله انا قطي طلعت اوكي باي شاهدوها لو أقش قيلوها لي أنا تبادل ما نقلع خلاعة هذا أقل هالشي كيف يا ريك؟ واسا الشيخ مع الامتحان وك خلتي الشيخ
الشيخ يا اخي شبك قاع علام وما رجع عنده شيء قاع عنده لا بس ما راه مسكين زي طلعني ينقز يا وش ما زاد عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله عبد الرحمن ما عنده مشكله ما شاء الله القرايه تبارك الله عاطيه اهميه ما شاء الله وزينه عنده يبقيها تبارك الله يا عنده ولا مشكله ما شاء الله ما عليه هذا الاشهر جاي ما ينقز تبارك الله عنده اي مشكله الحمد لله شفته الحمد لله عاطيه مودي مولانا احمد احمد عاطيه لكم مولانا تبارك الله مساعدة وفى سليمان يرحمه اللي وفى تبارك الله ما شاء الله بارك فتبارك الله ومتوقف بأموركم كاملين والحمد لله الله اللي خليه ان شاء الله الله يجازي بالخير الله دمهم عد رجاع مراح فتبارك الله حد شاف شك عنك دورته الحقيقية والله اللي حق لا اللي بعد اللي عد الرحمن يجازي ما ادري اللي هو حد شافه لا اشك انه اللي حقيقي الله يجازي ان شاء الله انا ادري السلام عليكم. وعليكم السلام. أبي والد شماس. إيه وش حالك كتير؟ إيه وأنت شو؟ أنا ماشي طالع عند دور باص. ماشي طالع. ماشي طالع حالك. ترديقة. إيه يا ولدي شو؟ أنا ندورشي. لا لك أنت وأختك. وندورك تقرأ وتقبل باك وتعدل دكتور وتفتح عيادة تم تشتغل فيها. فهم هذا ودي ندور لك انا الله يخليك ان شاء الله اسمع لك انا فرع عالم بيه خليك ان شاء الله ايوه معناها اني انا دافع وذاك كامل ساعد لا من اجلكم انتم انت واختك تعودوا مده وتعودوا ناضجين ان شاء الله معناها انك ما تم لا تعقب تخيل ان شاء الله يا ولد ان شاء الله يا ولد يا ولد تشاكني انا والسنوات الماضيين ننطح عليه ننطح لا خايف عليك من العين يا ولد يقولوا عنده بقاله ولو فاتح عياده كبرها منام انا خايف انا من يا ولد عيني عيناش بسم الله الرحمن الرحيم انا خايف أنا باقي سنة إن شاء الله وراني ريته ضامن وأنا ضامن يسنا ضامن أيوه. معنا كده شو اللي باطل عيادة اللي نفتحه إن شاء الله تبدأ عيادة كبيرة إن شاء الله والله إن شاء الله والله يكب علينا الخير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله والله يا وردي هذا رانا تقدر تزيدوا لي شوي خليك إن شاء الله قيم وتو رانا كنين ترجع إن شاء الله ندور نزيدوا لك هذا لحقة ونين ترجع راني نهار أنا عادي قال الشيخ 500 ايوا دور تاع قبل زاد عود قال لك شيخ الفوقيه في اليوم هذا بعد انا اسمع زين عندنا بعد تمام يا اخي من الهدع الشلاك به قاع يا اخي ما نطل الوهم هو ما تنفعني ما الو السالي اسمع اللي نقول حاش لك منادم اللي طيت البضاعة لانه لا يجيب لي بغضتها منادم لو خلاك اللي كنت انت تقول لي على اني كاني نعرفه قلت لك اني نعرفه بعد هاك منادم بدأ لي رواية ما يهموك وعقار خلاقي ولا يدخلني مشكلة وأنا كيف تعرف ما عندي شي غير كل المشاكل كافيني ذا اللي فيه عندي مشكلة الهادي وكركارة اسمعني طرح لي بالك حتى شتو ذاك تاريخ اللي يارتو يجيب لي فيه روقيات تخطى واتصلت بيه وكذب عليا قال لي انه جايني واللي عشاني وغارك كيني برقتني اخبار عنه لانه مش سافر منين ما يعرف حد من دورك الارض اللي هو فيها
الأرض اللي بارعته تنتقولي منها أنا تقد تنتكر فوتي غير ما هو بالشكل ولا هو بالخداع غارك جيبولي من بدل منين هو فيه لما له مفهوم وفو الكلام عندي قلت لك نت تقولي من السماء ولا من التراب ذاك هو اللي ندارك تقول ايه انا ما تنتكر فلتي بالطريقة دي انا ما تنكزري دوري عرفة لانه متخلط مع حمار رجال اوت شو وصيت مع المراجعة؟ ما اسمع الحمد لله زينة في الليل. يا وانت انا طاح مهبي وان شاء الله تحالي فوق. لا حني نجي انا عندي شي هنا عايد الريزي ولا رجعت انا عشان. شو مالك كيف ما تحاسبش؟ لا اكيد اللي حاسب زين شوي. لك مو شو تشي؟ لا عندي علم بيد الحمولة اللي هي سيدتي ما تزر شوي. أنا بعض صحبي اللي كانت ظروفي كي ظروفه اللي ما يجيبهم شرم دادي نخليهم لهيه ما يجيبهم لهيه قال عظيم ولانا دارك البادية وبينات أهاله تبارك الله والما خالق نشري قاضبهم اللي قنموتوهم سكنهم في ماتيها وانتم وقت راح نقيسهم رواع عادي والله يا ليدي لو كنت عندي ظروفي فما يجيبهم لهيه القراية بين القراية التركي اللي واعدين برا شيخ هذا اللي يقرأ الحمد لله واختو وفاتوا طبوا على يد الشراوية الحكمة هم داي قبلوا يقعدوا فيها ولا شوف صويحة القراية أنا قاع ما قد نقول لك فيش لأن هي الأولى كل شي كامل أي خطة لا يتعادل ولا شو عادل ومبرمش عاقب القراية يا قد ما هي من عادل زمن الراحة نمشي شور باديتي وما لا سمعت بي وزمن القراية نشي إلى أساس إله نقرب نقيس أم اللي ظروف نقد نقرب هي الشاشة ما نكري وتخالط ليك إنك جاي وتكري وتود الصيار صايرة حامية وذي الشيء إنك بل قصرتك تعدل لها والله أنا بعد كنت قطع عني كيفك ما أنا ما أنا ما أنا ما أنا شيء هذه الظروف اللي هذا هي تركة تقد تعيش معاه إنك تم تقبل أخلاقها برواية فاهم وتوفى الله عليك تم ماشي فيها اياك تقدي تم تلايقين معك يقول شو رواية واقعية انت تقبل خلاقهم شي يعرفوا الصبح لانك قايل لهم شي ما وحق والله اللي قلت لهم كنت مداري عن رواية يوم قاعد يكتشفوا انك تكذب لهم ولا تخذب لهم حتر ملاذ هو اللي حق يعملوا مر يا غير هو الحق بعد نقريكم يا غير بالظروف متلائمة مع ظرفي انا من نفسي شنو؟ ما يقدر يقرا وما بيصير. تم قانع شاشرتك انك بدارك، وانا شاشرتك انك بطرون، وانا شاشرتك. يعرفون لا مكري يعرفون ما هي دار يعني يعرفون لا مكري. ايش حاصل؟ وتو يعرفون يخبصوا من البوتي يقول له هو اللي كرر علي. انا بعد صويح بينت والسامع اللي مضر الا اللي تخلق الراحه، امشي بشاشرتك استراح وشوف هم اللي الباديه رايالك الباديه رايالك هم اللي قاعد تنقرا. الشباب يعرف البادي ويعرف حياته ويعرف الحيوان ويعرف معركة الحياة اللي هي ما نود الله في الدشرة ذا مولي لا جزء من التعليم ثقافة عامة يلا تودهم اللي موجودة عودهم لأنهم عودهم قاعد يطلبوك تقيسوا الدشرة غير انت ضعيف عندي انك تمن نفسك ظهري لنا انت اللي تزقلن الله انت قدام الشاشري وكون ما عندك الا ضعيف انت اللي تقبل راس الدشرة صوت دافع تربع من جيبين انت ايش ذا معانا ذا اللي عيادي لما راتم ليك شروطها عدلك اقول
تركه قال للشيخ نعدلك كذا. الشيخ ولك انت ما نقول للشيخ انت هو الشيخ ولك تعدل شيء مقتنع به يعني نعود نعدل ذاك اللي زين عنده راضي هو واخته وش وماشي يا اله الا الله اللي كان ظروفه كي ظروف صويح بها ما هم لا يعود فاهم انك الظروف مرحبا انا شحالكم ياك لباس يا خير ياك الخير شو ما سنت ياك ما حسيت بشي ياك لباس لي الحمد لله ياك خير شحال الاهلي ياك لباس ما شاء الله بسلامتهم فتبارك الله وياك شو بخير ما شاء الله الحمد لله كل شيء بخير فتبارك الله ان شاء الله خير ما سنت تبارك الله ما شي شيء حق لا صدفته وانا عايد كنت نوقف الوته هون عند القسال قسال الوتات اللي هون شحالك انت مو ياك لباس ما شاء الله ياك ما حسيت بشي خير فتبارك الله انا مو شحال شلونكم ها جازك بالخير ذاك لا ويتواس عبد الرحمن مسكين لا يطلع شارة جامعة ولا صايب وأنا مولي يا أختي ضرق قاعد اللي علينا من ضغط العمل ما هو شو قد تصوري ولا جازك بالخير كل والدة لو كانت ما جبرتك حقيقة لا تبقى في ماتنا مع أحد يواجهها ولا جازك بخير إن شاء الله لذلك تعدي لها كاملة طول عمرك إن شاء الله وش حال والدي انا ذاك تحسن ياك لباس لي لباس لي الحمد لله ان شاء الله ياك ما يحس بشي فتبارك الله ان شاء الله مسكين اللي الضعف مسكين اي عادي قال ال 100 يحرك ذاك البوتيك ما ولا ايش حالكم انتم شو ماسين ما شاء الله يعني تبارك الله الحمد لله والشيخ ايش حاله لباس الشيخ لباس لي الحمد لله ياك ما مفكر علي شيء ما شاء الله عليه تبارك الله كل شيء بخير خير فتبارك الله اصل الصحه والله يا مده واحده لا يالته يا اختي تم تجابر يا قيد الزمن هاي هاي دشرة ما تلات مدة قاعدة تجابر بيض مو مدة واحدة ما يلتقع يكون تم تجابر أول النهار وعقاب وياك ويتواس أخيرت بعد بيكم جيران وأهل مول الله يجزاك الله يرحمكم ويكون شي واحد قاع الله يجزاك وديك الوالدة أمي ديانا لا كيف والتي وقاطن عني لا لكن قد نعدل لها من شي صالح نعدل لها الله يطول ما بلاش جميلة صرصة الله يجزاك بخير يا مرحب شبيك السهرة وسلمي عليهم حتى يخليك لي مرحب السهرة أخيرة ليه؟ كم مرة؟ يا صاحبي بيا على شيء اللي جيكو يا راسو تعالي إذا تمنى لو خليك لجيكو معلي ماني خير من وانت تعرف خير من الناس اللي وراء ما جالك حل شنو؟ منو تحلو بشكل حسن 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 ذبير الشيخ؟